جات مع اتفاق مع اعضاء المكتب الموسيقي ديال تياترو الاحياء وخدينا هذه البادره لان لقينا بان الكويريه تطلعوا من الاحياء الهامشيه واللي ماشي في استطاعتهم يؤديوا ثمن باش يلعب الكره وخدينا هذه البادره ولقات الحمد لله واحد الاقبال كبير وصلنا دابا تقريبا 300 طفل وهذه المدرسه كنقول لك تحترم جميع المقاييس ديال مدرسه كره القدم المعايير ديال مدرسه كره القدم حاولنا نوجدوا البدل للدراري لي سيرفيتمون لي توني لي ساك جبنا اطر السي عز بوعبيد هو المدير ديال المدرسه اللي تبارك الله راه فورماتور معروف على الصعيد الوطني جبنا اطر اللي كنا درنا لهم فورماسيون ديال لي زانيماتور دو كارتي وكانوا خداو دي ديبلوم هما اللي تاثروا هذه العمليه والحمد لله هذا فضل الله سبحانه وتعالى وفضل مازال البلاد بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنبغي نشكر هذه الجمعيه هذه على هذا التكريم ديالنا اللي هو شريف وتكليف في نفس الوقت وحقيقه فهذا الشيء اللي كنشوفه تيتلج الصدر اننا نشوف واحد المجموعه من الوليدات من 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 الاحياء اللي محتاجه المساعده ومحتاجه اللي يمد لها اليد ديالها قاعدي اللي افتقدناها مؤخرا في جميع المدن المغربيه وما بينها القنيطره فاش غنقول لك ما علينا الا اننا نشجع هاد الناس وننوه بهم ونعاونوهم على هذا العمل الكبير اللي تقوموا به لان هذا العمل القاعدي تحتاج واحد المجهود كبير مجهود مادي ومعنوي كبير دونك الله يكون معاهم والله يوفقهم للخير ان شاء الله. انا بان لي الملعب شويه كنتمنى باش يكونوا عندنا يعني المستقبل راه كاين بيننا كاين مواهب لان حنا ولاد هذه المنطقه ربما هذه المدينة الغابة دونك مدينة ديال الرياضة ونتمنى التوفيق للجميع وكنشكر الحضور لا نساء ولا رجال هذه المناسبة وهذه بادرة طيبة وكانوا طلبوني الإخوان تاع الجمعية تاع الفرق الأحياء وعلى رأسهم السيد منير مبارك اللي طلب مني المساعدة باش نأطروا لا المؤطرين ولا كذلك ننظموا الحصص التدريبية بديناها في الشهر رمضان يعني في البداية تاع رمضان على تقريبا 3 حصص في الأسبوع كنا الثلاث والخميس والسبت وكان بدينا باطفال تقريبا مجموعه تاع ما يزيد 140 طفل كلهم كان عندنا مقسمين على ساعتين المجموعه تاع اقل من 9 سنين اللي هي تقريبا 7 سنين 8 سنين 9 سنين تنحاولوا نخدموا بدينا معاهم عندهم ساعه ساعه وربع والفوج الثاني يعني U13 فوق 13 عام 13 14 15 جوج مجموعات وكان الحمد لله ان كان نشاط وكانت يعني الاسر كلهم يعني العائلات كلهم ناشطين وكنا كان ان هذا الفضاء هذا يعني من بعد تمكنا ان نحصلوا على الاناره ساعدتنا حيت في رمضان تعرفوا هذا الحمد لله المجلس البلدي وفر لنا الاناره وظروف يعني اشتغلنا فيها يعني ظروف لا باس بها واستطعنا ان مده شهر نحسنوا نسبيا المستوى تاع الدراري وكان نشاط وتنتمنى هذا الشيء يتعمم في جميع الاحياء اخرى تاع المدينه وحنا راهن الاشاره حنا كرجل يعني تقني دائما راه الاشاره تاع المدينه تاعنا. فعلا الاخ الزميل اخ سي محمد فعلا 31 سنه من الممارسه الفعليه بدون انقطاع. عانينا خلال الولايات والنكسات في الزمن ذاك الزمن الذي كان من الصعب جدا ان تحمل جريده في يدك فبالاحرى ان تخرج هكذا وتدعي انك رجل اعلامي.
فعلا 31 سنه من الممارسه انصفوا اليوم، لانه في هذه المدينه مع الاسف الشديد اعتدنا ان نكرم من اغتصب المدينه اغتصابا ونهبها نهبا في الوقت الذي تعيش فيه الكفاءات على الهامش. فعلا سعيد جدا بهذا التكريم الذي سيبقى منقوشا في ذاكرتي الى الابد. استاذ ابراهيم، شنو تقول لنا المبادره اللي دارها اتحاد فرق الاحياء اللي هي مدرسه الاحياء لكره القدم؟ فعلا مبادره طيبه، لان حقيقه ستعيد الروح للانديه الكرويه التي فقدت بريقها منذ ان غادرنا الاب الصويري رحمه الله عليه سنه 1987. فعلا هذه الفئه الشابه ستكون بمثابه خزان للانديه، وستقول كلمتها مستقبلا ان هي وجدت العنايه الكافيه من طرف من بيدهم الحل العقد بهذه المدينه. وهنا من الضروري على فريق النادي القنيطري ان يعقد شراكه مع اتحاد فرق الاحياء، عليه ان يكون بجانب اتحاد فرق الاحياء باش من كيوجد لاعب او لاعبين يتم تسليمه للكبار بدلا من البحث عن المواهب خارج مدينه القنيطره. الحمد لله هذه بادره طيبه خدمت عليها اتحاد جمعيات فرق الاحياء، وستجري ثمارها في القادم من الايام ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حميد عدا، رئيس اتحاد جمعيات المجتمع المدني بالقنيطره، رئيس النادي القنيطري للرمايه بالنبال. حقيقة يسرني غاية السرور تواجدي في هذا الملعب الذي ترعرعت به كباقي الحضور الكريم لتدشين مدرسة كرة القدم برئاسة أخ منير مبارك حياه الله، وبدعم من كل الفعاليات الرياضية على مستوى المدينة لإحياء هذا المشتل الكبير، هذا المشتل الذي خلق طاقات ومواهب كبيرة وكبيرة جدا، ليس على المستوى الإقليمي فقط بل على المستوى الوطني وكذا الدولي. فتحية كبيرة لكل طاقات القنيطرية الغيورة على كرة القدم، باعتبار أن المدينة القنيطرة كانت تسمى مدينة كرة القدم حينما كان يزاول فيها فريقين لكرة القدم على مستوى القسم الوطني الأول ولمدة كبيرة وطويلة من الزمن. فمدينة القنيطرة تعج بالمواهب الرياضية، تعج بالمواهب الفنية، لذلك يجب استثمار هذه المواهب وهذه الطاقات لاستثمارها أحسن استثمار ولتوظيفها في الخانة التي من شأنها أن تعطي عطاء مشرفا للمدينة، بعيدا عن النكسات التي أصبحت تسجل مؤخرا بهذه المدينة. فتبقى مدينة المدينة خزانا وخزانا كبيرا للمواهب الرياضية، وتبقى دار الشباب رحال مسكيني مشتل قائم بحد ذاته يشهد على تاريخ كروي بإنجابه للاعبين كأمثال البوساتي، جمال، خليفة، حسينة، كالا، بويحيوي، ولائحة طويلة وطويلة جدا يصعب ذكرها في هذه الكلمة. فشكرا للجميع، وأشكر اتحاد فرق الأحياء على كل ما قام به، ونحن كأعضاء باتحاد جمعيات المجتمع المدني نعبر عن انخراطنا الكلي لمساندته بكل ما أوتينا من قوة. وشكرا جزيلا لكم كمنبر إعلامي قيم بمدينة القنيطرة 36، وشكرا جزيلا.